شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء، وبدايتها بالعناوين. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقيم ورشة عمل حول التغير المناخي في سوريا في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق. بعد فشل الحكومة وتصاعد التضخم، بريطانيون يتظاهرون للعودة مجددا للاتحاد الأوروبي، وتخبط بين مؤيد ومعارض. أهلا بكم إلى التفاصيل. أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لاستعراض أثر التغيرات المناخية على سوريا ومشاركتها في الجهود العالمية والإقليمية للتصدي لأثار التغيرات المناخية، وذلك في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق. وتضمنت الجلسات الحوارية التي أقيمت بحضور القائم بأعمال السفارة الإماراتية بدمشق محاور الزراعة وأهمية التوسع بالغطاء النباتي، بالإضافة إلى الكهرباء والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر ودور الشباب في قضايا المناخ. إلى ذلك خرجت الورشة بتوصيات أهمها الإدارة المستدامة للموارد المائية وتنمية المصادر المائية وإعادة تأهيل وتطوير البادية وأثر التدابير القسرية أحادية الجانب على سوريا التي تراجعت على إثرها مستويات الأمن الغذائي. إجراءات عديدة قمنا بها، ومن قبيل التزامنا بالاتفاقية الدولية صدرت وثيقة المساهمات الوطنية في إطار اتفاق باريس، وهناك الكثير من التشريعات والقوانين التي تكرس التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية وبتشجيع النشاطات البشرية والتنموية على أخذ البعد البيئي على محمل الاهتمام والأولوية في كل نشاط تنموي واقتصادي واستثماري. في منتصف شهر مايو الماضي وجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دعوة رسمية إلى أخيه فخامة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة لحضور مؤتمر الأطراف كوب 28، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية مشاركة سوريا بهذا المؤتمر في سياق حشد جهود المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة تداعيات تغيير المناخ الذي يهدد كوكبنا بأكمله. وتتطلع الإمارات إلى تقديم سوريا مشاركة مميزة وفعالة في كوب 28، ما من شأنه مضاعفة الجهود المشتركة الهادفة إلى للتوصل إلى نتائج ومخرجات ملموسة وفعالة وتحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية المنشودة في العمل المناخي. في عنا كان فترات من انحباس الأمطار، فترات من الصقيع، فترات من الجفاف، فترات كانت تأتي خلال الموسم الزراعي في منتصفه من الجفاف، يتبعها موجات من الصقيع، يتبعها موجات من الأمطار، كانت كلها غير مناسبة للنمو الطبيعي لمراحل نمو النبات. عم نعاني حاليا من اضطراب في أنماط الواردات المائية. القضية ما أنا قضية نقص واردات، وإنما اضطراب عملياً بعدم قدرة على توقع النمط اللي بدنا نستقبل فيه مواردنا المائية. بدأ فرع السورية للتجارة بطرطوس بتسويق الحمضيات نوع حامض ماير وفرنسي بسعر 2000 ليرة للكيلو لصالح فرع ريف دمشق. رئيس دائرة التسويق بالفرع الدكتور نزيه حسن أكد أن الفرع اتخذ كل التحضيرات لتسويق الحمضيات، وقد بدأ اليوم نضج الحامض وسيتم تسويقه من الحقل مباشرة مع تأمين الصناديق والنقل، وسيكون السعر مناسبا ومنصفا للمزارعين. ويعمل الفرع بالتعاون مع المحافظة وجميع الجهات المعنية على تذليل الصعوبات التي اعترضت عملية التسويق خلال الموسم الماضي.
بيّن المهندس عمر حمود المدير العام لمنشأة الدواجن بحماة أن المنشأة تعمل على تعزيز تدخلها الإيجابي في الأسواق المحلية عبر الاستمرار في طرح مادة بيض المائدة الطازج بأسعار منافسة للسوق عبر منفذي بيع عائدين للمنشأة، الأول عند مدخل المنشأة والثاني في ساحة العاصي وسط مدينة حماة. وبيّن حمود أن المنشأة تطرح ما نسبته 40% من إنتاجها في السوق المحلية عبر منفذيها، و60% من الإنتاج يذهب لإدارة التعيينات في الجيش والقوات المسلحة. وحول مبيعات الشركة، أوضح مدير المنشأة أن قيمة المبيعات بلغت خلال شهر تموز الماضي 1,340,000,000 ليرة. عالميا، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من وصفهم بأنهم جمهوريون متطرفون قائلا إنه يتعين على مشرعي الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 أيلول سبتمبر. إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونغرس والإدارة الأمريكية في أيار مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية على مدى السنوات العشر المقبلة. الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق. كنت أتمنى أن أقول إن الخطر المحدق بالديمقراطية انتهى بانتصارنا عام 2020، لكنه لم يحدث، لا تزال ديمقراطيتنا على المحك. وإلى بريطانيا، حيث تظاهر المئات وسط لندن ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي للمطالبة بعودة بريطانيا إلى التكتل. هذا وتجمع المشاركون فيما سمي بحركة المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام، وجاء ذلك وسط تخبط عكسه تباين تصريحات المسؤولين بين مؤيد ومعارض لفكرة العودة. فكيف كانت انعكاسات بريكست على الاقتصاد البريطاني؟ طريق الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا. لافتات رفعها محتجون بريطانيون شاركوا في حركة المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام الداعمة لعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه إثر استفتاء عام 2016. الآن وبعد اكتمال الانفكاك البريطاني الأوروبي، بدأت تتخبط تصريحات المسؤولين البريطانيين بين مؤيداً ومعارضاً للعودة، ما انعكس على الشارع الذي بات يرى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأً دفع ثمنه الفقراء. بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل. التفاوض على اتفاق الخروج بريكسيت الذي جرى خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ودخل حيز التنفيذ عام 2021 وانسحبت بموجبه المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وانتهت حرية الحركة بين الدول الأعضاء، أدى كل ذلك لاضطرابات تجارية وأزمة طاقة إلى جانب تضخم متصاعد، مما جعل المملكة المتحدة تبدو وكأنها تتحول شيئا فشيء إلى دولة ناشئة بعد فشل الحكومة بالتعامل مع بريكسيت. لكن ذلك لم يكن رأي رئيس وزرائها الحالي المعارض لفكرة العودة. دعوني أكون صريحاً، تحت قيادتي لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي. كلف ندرة الاستثمار التجاري منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه استرليني أو حوالي 1000 جنيه استرليني لكل أسرة. بيانات تنعكس اليوم على الجمهور الذي عاد عن كلمته ويطالب بعودة بريطانيا إلى الحضن الأوروبي مجدداً، وسط توقعات بأن يكون اقتصاد المملكة المتحدة هو الأسوأ أداءً في مجموعة 20 على مدار العامين المقبلين.
في سياق منفصل، تصل خسائر أوكرانيا من الحظر على منتجاتها الزراعية الذي فرضته سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا إلى حوالي 230 مليون دولار شهريا. هذا وقررت المفوضية الأوروبية في 15 من أيلول سبتمبر عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد 4 أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول حدودية للاتحاد الأوروبي. تلا ذلك إعلان سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا تمديد الحظر من جانب واحد وتوسيعه ليشمل بعض المنتجات الأخرى، لترد أوكرانيا بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد هذه البلدان وتهدد بفرض عقوبات انتقامية. بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء. شكرا للمتابعة وعودة للزميلة هناء وما تبقى من النشر. شكرا يا كنا، يعطيك العافية.